ماخرو. ماخرو تعبير مشهور جدا في مصر القديمة بمعنى المبرر، المبرر أو صادق الصوت. هي حرفيا يعني ما معناها عادل، وخرو يعني الصوت، يعني ماخرو يعني العادل الصوت، اللي صوته هيلاقي صوته يعني وقت المحاكمة فهيبقى مبرر. طيب ماخرو نشوف بقى بتتعمل ازاي أو بتتكون ازاي. دي ما ودي ما، لكن على بعضها كده دي كلها مع، يعني دي كلها على بعضها مع، ودي لوحدها برضو مع في المصري القديم، لكن دي لوحدها ما، يبقى كلها على بعض ايه ما. وادي العين بتأكدها لي، وادي الخاء الخا، وبعدين ادي الري، وبعدين دي علامة خرو على بعض، قبلها خا وري، واخرها واو عشان يأكدها لي. فصادق الصوت او عادل الصوت ما خرو، وهو المخصص مشاعر ايده في بقه، صباعه في بقه، وبالتالي شخص صادق الصوت. يعني ليها صيغة مختصرة تانية ممكن نبص عليها بالشكل ده او بالشكل ده برضو، ما خرو ما خرو.